الأمر الآخر من المباحات في يوم الصيام هو الاكتحال. هو الاكتحال، طبعا الاكتحال الآن هو خاص بالنساء، وكان قديما يكتحل الرجال أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، وقال بأنه يجلو البصر، يعني الإثمد هو ذاك الكحل اللي كيكون من الحجر يعني الأصلي، فإنه إذا يعني عمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل به ويقول يجلو البصر، يعني كيزيد في البصر وكيصفي العين وكذا. فالاكتحال يعني من السنن المهجورة بالنسبة للرجال، وطبعا الآن يعني الناس كيخضعوا للعرف، لأن الرجل دابا إلى دار الكحل ربما يعني يكون أمرا معيبا عند الناس، لكنه سنة، فيجوز للإنسان أن يكتحل ولو في نهار رمضان. العلماء قاسوا على الاكتحال ما ابتلي به الناس اليوم من هذه العقاقير التي يتعاطونها، مثلا مرض، واحد الإنسان عنده رمض يعني مرضت عينه، ثم يحتاج إلى أن يجعل فيها يعني قطرة، ذيك القطرة اللي كيخرج الطبيب مثلا، فإنه يستعملها ولو في نهار رمضان ولا حرج في ذلك، سواء وجد طعمها في حلقه أو لم يجد، يعني لأن العين يعني ربما فاش كيدير التقطيرة كيحس، كيقول كنحس بشي مرورة في الحلق ديالي، لا حرج في ذلك، لأن هذا الدواء يعني لا يقصد به التغذية وليس هو من معاني الأكل والشرب، وإن وجد طعمه في حلقه لكن لا يبتلع ذلك، إن كان يعني هو الأصل يعني كتكون يعني شي شريان صغير جدا كيحس غير بشي طعم، ماشي شي حاجة اللي هي عندها جرم وعندها حجم اللي يمكن تدخل الجوف فتفسد الصوم، فيجوز ذلك. العلماء أيضا قاسوا على ذلك القطرة التي تكون في الأذن، لأن تجويف الأذن لا علاقة له بالجوف أيضا أصلا.